فضلك عن ما أنتو تاغنهاي يا هوش عن قبرينو النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن خالد الجهني وحاو نبي عليه الصلاة والسلام من فضر صائما قفك أفريا قف صوما كان له مثل أجري قفك سوحو ليعي كان صوما أجر كي سوكلو ليعي غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا وحان ديبانينا باق ولا مسلمين تملك استجوغان قف والباء أو كغيب غاضن كلا ولا لا سيدا وذاك حوشا يا حيان قفك هانتديسا عرب كيسا حوق كيسا فكر كيسا وحقبت كيسا كتا غيري كرا إن سودا وينينو اللهم أعظ منفقا خلفا إلهي كي وح لبحي جيب كيس وح كبحي إله بدل خير غوسي أرف دمالك توتاريها عامين تدتك تدن تيكتو أفوري ولا الكاغا أو هل لب أجل إلا تأفرسيت هالق فوضو حد كوية ديسا ترجاء توين يمت آخر يا من ألوذ به ليقبل توبتي ارحم عبيدا قد أضر به السقم إني أتيت لباب عفوك أرجو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فضر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله ثم الحمد لله. الله سبحانه وتعالى أيانكم هذينينا الله جل جلاله وعظم سلطانه ولا إله غيره إن سوغر سي بشي بركة نادي رمضان إله سانكم هذينينا أنت سيكذب أنجو أه مارتي ولا لها دن وذاك أتاعن مارتي كغيب قاعد الشدة يا فرنتا ولا لها مسلمين تعملك استيجوعان وحرمنا إن شاء الله تعالى إن بلشدة أنت ذاك اللو وذاكنا وحالله سبحانه وتعالى ونريد ما هالكلمة كسب سن تاسو أه فضلك عن ما أنت أتاعن أي يا هوش عن قبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن خالد الجهني وحاو نبي عليه الصلاة والسلام من فضر صائما قفك أفريا قف صوما كان له مثل أجري قفك سوحو ليعي كصوما أجر كيسوكلو ليعي غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا يضو كيسوما أجر كيسيا لغا نسخا من أياها دانا قفك سياد أفريدي أجر كوشا غيستوكلا ليضاهي هدبا محاضم ملايين كرتا ما أنت بغلال قف قفك يا فريي قف والبنى أجرك أوشا قيست اللو غريو قفك يا فريي هدبا إن شاء الله تعالى وحان ديبانينا باق ولا لها مسلمين تملك استجوغان قف والباء أو كغيب غاضن كلا ولا لها سيدا وذاك حوشا يا حيان قفك يا انتديسا عرب كيسا حوق كيسا فكر كيسا وحقبت كيسا كتا غيري كرا إن سودا وينينو ولا لها مسلمين تا يا الله سبحانه وتعالى وحودي بي ما أنت ومالك وحباسك وشهر الجود وبش وحلال بحجري نبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس نبي وحو عددك متك ودي أغسن ماذا بدن وكان أجود مما يكون في رمضان نبي وحو ودي أغسن سنة انتو نبي وحو ودي أغسن سنة مركو رمضان لقارو وكان أجود من الخير بالريح المرسل ونبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سيدة دبايش الله ديري سيدة ودخ سنة يسو سيدة سيكدرا أي نبي صلى الله عليه وسلم حق وحباسك حق ديغسي نمدع أي مارتنا ودخل عليه الصلاة والسلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رأيان عبد الله بن عمر ويقول لي سكور لي سكما وافورين هاشين كأوها لو حو سمين ديري أنتو صابح مساجد كيمالو أي صحابة الأفر جري سيدة درتد سلفك صالح أهان دمانتو دي وحي سمين جرين وحي كتر تمي جرين إنه مانتو مارتي أي إنه وحلب بحان
oo xitaa afrika ayaga u goonid ah inay walaalaha muslimiinta ee sooman ay wax ka siiyaan sidaa darteed jazaakumullahu khayr qof walba maanta haysta waxa laga yaabaa in aad ramadaanka kale gaarina laga yaabaa waxa laga yaabaa inaysan bishan ku dhamaan waxa haysta waqtiga yar aad haysto waa inta nolosha ay ku jirto qof walba maanta jeebka wax ka bixi nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay qofka bakhilka ah iyo qofka saqiga ah laba nin oo jaakad wata ninka saqiga ah mar allaala markuu wax bixiyo jaakadu way fidaysaa ilaa marka dambe ay raadkiisa tirto aad u waasac noqoto qofka bakhilka ahna mar allaala markuu wax bixi maago wuu xanuunsanayaa wuu diidayaa markaasaa jaakadii ku dhagaysaa ilaa ay kalxamaha qabato nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay subax walba laba malaa'ig soo degaysaa markaas midna wuu ducaynayaa midna wuu habaartamayaa kan ducaynaya wuxuu leeyahay allaahuma acdi munfiqan khalafa ilaahayow kii wax la baxay jeebkiisa wax ka bixiyey ilaahu badal khayr qabasi ka kalena wuxuu leeyahay allaahuma acdi mumsikan talafa ilaahayow kii maalkiisa haystay ee isku adkeeyey ilaahayow talaf iyo baabaasi sidaa darteed ma doonaynaa ducada malaa'igta ma doonaynaa annagu aan maaragtay soonkeenu hal qof inuu yahay uu yahay inaan boqolaal qof inaan soonkood inaan ajarkood inaan helna ma doonaynaa insha allahu tacaala qof walba oo ka qayb qaado walaalaha dan wadaag insha allahu tacaala lambarada dhammaan insha allahu tacaala shaashadaad ka arki doontaan hadduu alliidmo qof walba insha allahu tacaala wuxuu dhiibay ka qayb qaado allah idin barakeeye wajazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi watacaala wabarakaatu waxaan ku guda jirnaa bishii barakeysan ee ramadaan annagoo ururka danwadaag waxaa maalintii afaraad oo xiriir sameynaynaa barnaamijkii afur walaalka dhammaan waxaan halkan baaq uga jeedinaa dhammaan ummadda muslimka meel kasta ee dunida ay ka joogaan inay ka qayb qaataan barnaamijkan khayriga ah ee afur walaalka ku caawi walaalka danyarta ah inta a awooddi ee karaankaaga ah ganacsatada dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan waxaa ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan barnaamijkan khayriga ah ee aan wadno sanadkiisii shanaad oo xiriir ah walaal uga qayb qaado barnaamijkan wax walboo karaankaaga ah oo aad awooddo aad ku caawin karto dadkaas liita ama tabaaleysan bismillaah waxaan guda jirnaa bishii barakeysnayd ee ramadaan waxaan bulshaweynta soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay ka qayb qaataan fadliga bishii barakeysan ee ramadaan in ay ugu qayb qaataan waxay haystaan iyo sidoo kale inay ugu qayb qaataan haddii ay kaalmaysan karaan inay bixiyaan xooggooda ururka danwadaag wuxuu u taagan yahay caawinta dadka danta yar afuri walaalkaaga oo hel laba ajar inaad caawisa walaalka maalmaha barakeysan ee bisha ramadaan waxaa ugu dhawaan kartaa allah subxaanahu wa tacaala inaad afrisid hal qofood waxaad ku helaysaa darajo adduun mid aakhiro inaad caawisid walaalkaaga waxaad ugu dhawaanaysaa allah subxaanahu wa tacaala maalmaha barakeysan ee bisha ramadaan awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan halkan idinku baraarujinayaa inaan barnaamij aan qabanayno oo afuri walaalkaaga ah waxaad maanta daad awoodita hal xabtimir haddaad baxsato waxaad ku baxsan doontaa maalinta akro waxaan idinka codsanaynaa dhammaan bulshada soomaaliyeed inay lala afuriyaan walaalaa aanan awoodin inay afurka iyagay samaystaan aad u mahadsantiin bismillahi raxmaan raxiim ummadda noo qalamaysa allah u qaalamay ilaahay ajar ixsanaad allah siin ka sii ummadda afurkaagna siidi kari xasaanto asalaamu calaykum walaalahaan ururka doobadaaga waxna siiyaan waa mahadsantihiin ajar iyo xasanaad allahna siiyo miidka umatihin allah naga waraabiyo waa naga qabnaa walaalahay waa ku mahadsantihiin bismillaahi raxmaan raxiim sadaqadan dadkana siiyey waa u mahad celinaynaa khayr allah siiyo khayr sadaqadan dadkana siiyey khayr allah siiyo waa u mahad celinaynaa jasaaka allahu khayr bismillaahi raxmaan raxiim waxaan marka hore idinku salaamayaa salaanta muslimka salaamullaahi calaykum marka xigtane waxaan ku leeyahay meeshan waxa waaye ururka dawadaagta aan furi walaalkaa waaye marka waxaan ku leeyahay dadka qof walba qofta wax ku darsan karabo waxaan jecelnaha inuu wax ku darsado inuu wax ku darsado qofta saliid dhiibi karo qofti maaragtay qof walba tabartiisa xataa laba doolar saddex doolar xataa kama dayrinaysa leena afuri walaalkaa waaye waxaan la afurinaay waa walaalaheen soomaaliyeed waxba agoona ku jirto waxaan ku leeyay waxaa kaloo ku jiro maxay heeto hooyooyin waayeelo ah aabayaal da'a sidoo kale marka waxaan ku leeyahay afuri walaalka waa inuu nin walba wax ku soo darsado assalaamu calaykum waraxmatullaahi ururka danwadaag mahay joogtiin khayr allahadisi waa mahadsantiin walaalahay iyo wiilashay inta haddii noo duuban tahay haddii baad yidhi ilaa rabalaankii hore rabalaankan haddii nila taagantahay intii dhimita allahaw naris intii nool haddii nila joogaan ilaahay nisku keeni taas idinka boqol boqol waa mahadsantiin deegdoon idinka bihiyo haysiin unigu do'aa bihiyo haynaa
وقيرينا إلهي إذكيس نتقسارين ملك استماشي للجوغو ولك ورقبة ولالهين وكستو الليتين وغير بعد كده مركز وعبارتي ثابتي أمان الله أمان رسول أفما تامي الله هذا سي المهن وديقين أفما تامي الله سي ومرد لير إبادة اللي الله نوضسي إلهي إذكيس إهلك جنات الله نقدقو أرساقي دون واسع الله نقدقو أفما تكين إلهي نوسيا دي إلهي إذكيس أمان الله أمان رسول ولكن وهذه رجيه وهينا أبار كان أبار كوين مجرو إن أبار الذين هاينو أبار قدن إلهي هاي مركز الحمد لله ساسي نبت جلي وما حسنتهن والسلام انتهن.